برحب بحضراتكم مرة تانية. والبيت الكبير دلوقتي معانا في الفقرة الحوارية التانية دي واحد من أهم نجوم النادي الأهلي السابقين أداء وخلقا، كان مثال الحقيقة لكل لاعبي الدفاع اللي جم من بعده، وكانوا الحقيقة يعني بيحطوه قدامهم ويقولوا يا ريت نكون زيه. والحقيقة فعلا هو يعني هو الخط الخلفي بالصورة اللي كان يعني بيقول عليها الكتاب زي ما بيقول. معانا النهاردة مالك الخط الخلفي واللي شكل حجر عثرة وصخرة في دفاع المارد الأحمر، كابتن ماهر همام. أهلا بيك. أهلا بيك في البيت الكبير. أنا سعيد جدا طبعا بوجودك، وكابتن هاني طبعا أخويا حبيبي. كابتني ربنا يخليك. أنا اللي سعيد يا كابتن. سعيد بالكلام الجميل اللي أنت قلتيه بصراحة. ده أقل ما يقال في حضرتك طبعا. لازم الأجيال الصغيرة كابتن لازم تعرف قيمة حضرتك، لأن أنا كنت صغير وكنت حضرتك فعلا بدون مجامله حضرتك مثل اعلى ليا، ويمكن اجيال كتيره جدا ما تعرفش الكابتن ماهر همام. لا، الكابتن ماهر همام لازم يعرف ان هو كان من افضل المدافعين في تاريخ مصر. فحضرتك منور بيتك اولا، وانا سعيد ان حضرتك تكون موجود معانا. انا سعيد جدا موجود معاكم، وعايز اقول لك يمكن قلت لك جمله قبل الهوا، النادي الاهلي جنه الارض. دي كلمة جميلة قوي يا كابتن. واحدة من جنة ربنا في الأرض. من ضمن الحاجات اللي قلتها لمجلس إدارة كابتن حوض الخطيب ومجلس إدارته واللعيبة طبعا الجمال الموجودين، قلت لهم يا جماعة أنتوا موجودين في جنة في الأرض من ضمن الجنات النادي الأهلي. يعني لو احنا هنتكلم من الدنيا العالم فيه سبع يعني حاجات بتضرب مثل بيها زي الأهرامات كده، فانت النادي الاهلي برضك بيعتبر علامه الحقيقة من ضمن العلامات اللي احنا بنضرب بيها المثل بشكل كبير جدا في الرياضه وفي المؤسسات الكبيره. يعني زي ما نقول كده مثلا الجيش الوطني والشرطه من ضمن الحاجات المؤسسات الكبيره المحترمه طبعا. فالنادي الاهلي بيعتبر مؤسسه رياضيه يفتخر بيها من ضمن المؤسسات الكبيره اللي في الدوله صراحه، اللي في مصر. كلام كتير قوي يا كابتن هنتكلم مع حضرتك فيه.